كسر ايده ونحن ما عرفنا نتصرف معه بشكل صحيح، ممكن هذه ايده تتعطل، يعني بطل قادر يستخدمها بعدين. لو نحن قدمنا له المساعدة المناسبة، المساعدة المناسبة مننا، حتى لو نحن مش مسعفين كطلاب، نحن بهذا العمر قادرين نساعد بتفصيل معين. يعني مثلا اذا نحن هلا اي حدا فيكم بصير قدامه حدا او بصير قدامه حدا وقع، شو ممكن يتصرف؟ يضرب عمار بقلبه من جوا، بس عنا ريش هو ببريق ماي كتير بقلب الماي، مش رش عليها من فوق، بقلبها سريع قلبه من جوا. تقدر تطفي النار.